المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. وصفة عائشة، وصفة اليوم عبارة عن صابونة كنستعملها شخصيا، زوينة بزاف، كتبيض وكتحيد الخلايا الميتة وكتقشر، رائعة بزاف. كنتمنى تجربوها. عندي هنايا في المقادير غادي نحتاج واحد الصابونة، انا خديت هذه ديال الدور فيها 100 غرام، عندنا فيتامين او هذا اختياري باش نزيدو في المنافع ديال هذا الصابون هذا. بالنسبة للزوج ما نهضرش عليهم دابا، غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال القهوة. القهوه اللي كنشربو ممكن تستعملو هذيك اللي مثلا طبخنا القهوه وشربناها كنستعملوها، كناخدو هذاك التفل هو اللي كنديرو به هاد الصابونه. ما عندكمش خدو غير القهوه العاديه، يعني بودر ديال القهوه هي باش تخدمو. بالنسبه للزيوت دابا غنهضرو على الزيوت، عندنا هنا كما كتشوفو زيت اللوز حلو وزيت الافوكا. بالنسبه لهاد الجوج ديال الزيوت كنستعملوهم للبشره الجافه، يعني هادو غنديروهم للبشره الجافه، واللي عنده البشره دهنيه بحالي انايا ما كنديرش هاد الجوج هادو، وكندير زيت ديال شجره الشاي. هاد الزيت هادي مزيانه بزاف في الوجه، كتحيد كتنشفو وكتحيد منه حتى دوك الدهون الزائده وداك الحبوب الرقيق، مع المداومه كتحيدهم وكتنقصهم. دابا غندوزو للتحضير. اول حاجه كناخدو كاسرونه هنايا باش ما نقولكمش، هنا كناخدو كاسرونه قديمه، يعني ما بقيناش كنستعملوها، يعني كتشوفوا انا عندي هذه مكرطه ما بقيتش كنخدم بها السنه، غير دابا الوصفات ديال التجميل بغيت نصاوب شي حاجه كنخدم بهذه. خذوا كاسرونه الا درتوها الصابون داكشي خليوها غير ليها، انا خذوا غادي نحكوا ديك الصابونه. بعد ما حكينا ديك القهوه ديك القهوه ديك الصابونه كامله، خذوا معها الخاطر بشويه حتى تحكوها كلها، ممكن تحكوها في الحكاكه الغليظه وكاين حكاكه رقيقه باش كدوب دغيا دغيا. غادي غادي نزيدو عليها القهوه وغادي نديروه في حمام مريم حتى كيدوب لينا الصابونه هذه وتخلط لينا مع هاد القهوه، عاد باش نزيدو عليه دوك الزيوت. بعد ما دابت لينا الصابونه وتخلطات لينا مع القهوه كتجي بهذا الشكل هذا، ريحتها غزاله بزاف بالنسبه للناس اللي كتعجبهم القهوه، هذه غادي تجيهم على كانتهم. غادي ناخذو غادي نزيدو دوك الزيوت، انا دابا غادي نديرها غير بالنسبه للبشره جافه، غادي نزيد فيها قلت لكم زيت الافوكا، غندير تقريبا واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10، غندير 10 ديال القطرات ديال زيت الافوكا و10 ديال القطرات ديال زيت اللوز الحلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، غنخلطو هاد الزيوت هادو. هاد الصابون هادي مزيان بزاف، كتعوض لينا دوك الدهون اللي كيحتاجو الوجه ديالنا. بالنسبه لي انا ما غاديش نستعمل هاد الصابون هادي لان البشره ديالي ماشي جافه، انا بشره ديالي دهنيه، ما صالحاش ليا هاد الصابونه هادي كاع. هادي نصاوبتها لماما حيت هي البشره ديالها هي اللي جافه. بعد ما خلطنا الزيوت غادي نزيدو الفيتامين او، الا عندكم فيتامين او سائل ديروا واحد معلقه صغيره، الا عندكم بحالي انا كبسولات غادي ندير 2 ديال الكبسولات كيكونوا بهذا الشكل هذا. انا هادو ما جبتوش ما حيت ما لقيتوش هنايا في سلا، جابتو لي هي واحد السيده عندها بنتها في فرنسا هي اللي جاتو لي. غادي نحلها، نسيت ما جبتش المقص، نحلها بالمس، ولكن راه كاين ماشي ما كاينش. انا هنايا حيت ساكنه في سلا ما لقيتوش، عييت منقلب عليه، ولكن مول فرماسيين قال لي كاين في الرباط، في لي غون فارماسي في الرباط، وكاين في اونلاين موجود، ثمنه رخيص بزاف وما غاليش. هو زوين بزاف هاد فيتامين او، راه ممتاز للوجه وحتى الشعر، ديروه في شامبوان ديالكم، يعني الا خديتوه ما غاديش تندموا عليه كاع. هنايا بعد ما درتوهم غادي نخلطهم مزيان،
صافي. من بعد ما تخلط غناخذوا هذا ديال المكعبات ديال الثلج، خذوا وحدين استعملوهم غير بحال هكا الصابون، الا بغيتوا ديروا شي ثلج شي حاجه ما ديروهمش الماكله مره اخرى. انايا انا قلتها لكم، واش ما تقولوا ما قلتش. غادي نديرها، الثمن ديالو ما غاليش بزاف، راه كيدير غير شي 5 دراهم، خديتهم في السوق. هنايا غنحاول نضغط شي كيما كتشوفوا، ما خليتهاش تكون الصابونه دايره مرخوفه، خليتهم يكون تكون هكا قاصحه، كتقصح دغيا دغيا، داكشي من الزلاله ما لا والو. بعد ما سالينا حاولت نقد ليها وجهها مزيان، كما كتشوفوا هنايا راه بدا كيبس، ولكن غادي نشدو غادي نغطيه وغادي نديرو في الثلاجة واحد الساعة حتى كيبرد مزيان مزيان وكيجمد. وكناخدوه عاد باش كناخد كل صابونة كنديرها في فيلم اليمونتيغ باش كتبقى لكل وحدة كناخدوها في النهار، يعني كنستعملو كل واحد الصويبينة في النهار، كنديروها في الصباح وفي العشية باش كنقي وجهنا. كنغسلو بيه عادي بحال كنغسلو بالصابون، غير هي الفرق ما بين الصابون هذا والصابون العادي انه ما كينشفيناش الوجه وكيحيد لينا داك الخلايا الميتة وكيعاود كيعطي نضارة للوجه. غادي ناخدو غادي نفينيه مزيان باش ما يدخلليش باش ما يطلقش الريحة هي في الثلاجة، ونقدمو لكم من يجي صابونة ديال القهوة ديالنا. من بعد ما كيجمدو فهو كيجيو بهاد الشكل هدا، كتشوفو كيكونو قاصحين. كناخدوهم كنديروهم فيلم أليمونتيغ باش كنحتفظو بيهم، كناخدو كنديرو بحال هكا وحيدة لي غنستعملو، كنديرو في الصباح مني كنفيقو كنغسلو وجهنا، كنفزقو وجهنا بشوية بالما، وكنبداو ندوزو هاد الصابونة هادي، فهي في نفس الوقت كنديرو التقشير وفي نفس الوقت كنغسلو وجهنا. كتبيضو لينا وكنتاك بانه حيت هاد الصابونه هادي البشره جافه، فهي كتعطيه داك الدهون اللي خسرهم بالليل تتعطيه ليهم تتردو ليهم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنال اعجابكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتو تديروا السوبجي ديالي تابوناو فلاش، نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.